سمعنا رأي الرجالة المتضررة من قانون الخلع، وكان معنا في الاستوديو اتنين من النماذج اللي كانوا مش حابين موضوع الخلع، وكمان سمعنا وشفنا رأي الستات اللي لجأت للخلع. ويمكن كان ممكن الناس اللي بتتفرج علينا يقول لك ايه يا عم خانها عادي، يعني خانها مرة، ممكن اللي انت تستحمليه غيرك ما يستحملهوش. جه بقى دلوقتي الوقت ان احنا نناقش ونحلل مع ضيوفي في الاستوديو، هل فعلا قانون الخلع ده بصورته اللي موجوده دلوقتي او بصورته الحاليه محتاج لتعديل ولا لا؟ ولا القانون الحالي بيدي كل طرف حقه في العلاقه؟ خلونا نفتح الموضوع بشكل اكبر مع ضيوفي اللي منوريني في استوديو كلام البنات، دكتور سلوى المغربي المحاميه الحقوقيه. دكتور سلوى اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. وايضا استاذ طارق الجرحي المتحدث الاعلامي باسم حمله التمرد ضد قانون الاسره. استاذ طارق اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، منورنا. خليني ابدا ليديز فيرست باستاذه او دكتور سلوى. قانون الخلع يمكن اكيد تابعتي معانا الفقرات اللي فاتت فيما تخص الخلع بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. رجاله متضررين او بيقول لك قانون الخلع الست بتعمل اللي هي عايزاه وبتاخد كمان الولد واحنا ما بنشوفش الولد. شايفه دلوقتي ان قانون الخلع على وضعه الحالي محتاج تعديل ولا لا؟ إيه والله يا بصي، انا قبل ما اتكلم بقى في النقطه دي انا حابه اسرد بقى من واقع عملي في المحاماه اكتر من نقطه قبل ما ارد القانون يتعدل او لا. مش هقول في البدايه ان كل الرجاله بيظلموا، ولا هقول ان كل الستات بتظلم، بس انا هسال سؤال: ايه اللي بيوصل للست انها تلجا لقانون الخلع كقانون او ماده في القانون تحتمي فيها تحت اي ضغط؟ تقول انا خلاص انا عايزه انهي علاقتي الزوجيه دلوقتي وحالا وخلاص. انا شايفه بقى من وجهه نظري انا الشخصيه او من عدد القضايا اللي انا اشتغلتها ان احيانا الكرامه لما بتتحط عند الست ممكن تبيع اي حاجه في حياتها مقابل انها خلاص زهقت، زهدت الحياه الزوجيه بكل ما فيها، عايزه تنجو من الحياه. مخيلتك يا استاذه ان الحياه ممكن في لحظه تصبح جحيم، جحيم بيطارد الست في كل لحظه، توصل للحظه داخليه انها مش قادره حتى تبص في عين الشخص اللي قدامها اللي هو جوزها اللي حبيته في يوم من الايام، فبتلجا للخلع اللي هو يعني بيخلصها من خلاص كل حاجه. انا زهقت منك. طبعا انا عاوزه ان انا بتكلم بالعاميه او زي ما الناس بتيجي تتكلم معايا او زي ما بشوف في الواقع. حضرتك ننزل اي محكمه، عدد الناس في المحاكم الاسره قد ايه، عدد القضايا اللي بتترفع قد ايه، عدد الاحكام اللي بتصدر مش هقول لك مثلا سنويا، هقول لك مثلا كل ست شهور قد ايه. احنا في 2018 وصلنا كام قضيه خلع، وصلنا كام قضيه طلاق للضرر. احنا بننهي العلاقات الزوجيه بطريقه بقت غريبه جدا، بقت مصر في المقدمه وبتحتل المركز الاول عالميا في اعلى نسبه طلاق، ايا كان بقى سواء كان خلع او طلاق للضرر او طلاق مشي بالطريقه الوديه. انا بس عايزه اسال حاجه واحده بس، وجمله انا عارفه ان الناس كتير قوي هتنتقدني، بالذات الرجاله لما تسمع الجمله دي: وصلتيني ليه ان انا اسيبك؟ ما حافظتش ليه على حياتي؟ تصدقي سؤال مهم جدا. اهلي يعني ادوني ليك ككيان تحافظ عليه، ما حافظتش عليا ليه؟ طبعا انا مش هقول ده بمجمل كل لا، في كتير بتستخدم هذا القانون بالطريقه الخطا، ده حقيقي. بس اكتر ايه، انا بنجو بكرامتي وبحياتي كلها من جحيم الاسره. طيب خليني اروح لاستاذ طارق، وحضرتك شايف ان الرجاله فعلا دلوقتي، بما ان حضرتك المتحدث الاعلامي لحمله كبيره زي حمله التمرد وفيها عدد رجال وعدد سيدات مزبوط. كبير ايضا شايف ان الرجاله فعلا عايزه تغير القانون الخلع الحالي ولا لا؟ طيب خلينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم بس هقول الاول ان احنا النهارده 2018 اخر احصائيه صدرت من مركز معلومات مجلس الوزراء، احنا في مصر وصلنا لمليون حاله طلاق فقط في 2018. تمام. لما نيجي نبص على احصائيات الخلع في 2017 نلاقي ان 70% من حالات الطلاق في المحاكم خلع. لما نيجي نسمع تصريح للدكتور شوقي علام، وكان مفتي وهو مفتي الجمهوريه، والدكتور شوقي علام كان قال اسباب ارتفاع الطلاق، تمام، كان قانون الخلع اللي صدر سنه 2000 وبيوصل لدار الافتاء شهريا 3200 حاله طلاق. التصريح ده كان في اليوم شهريا شهريا 3200 حاله طلاق، ده في 2017. هي الارقام دي حضرتك معلش جايبها منين؟ ده من يوم السابع في 3 فبراير 2017. تصريح لفضيله المفتي. الامم المتحده قالت ان نسب الطلاق في مصر ارتفعت في ال 40 سنه الاخيره من 7% ل 40%. ده الكلام ده برضو كان في 2016 التصريح ده. يمكن الرئيس السيسي كان قال في المؤتمر الشباب السادس ان الطلاق وصل ل 44% كمان، يعني تقريبا داخلين على نص اللي بيتجوزوا كتير، رقم كبير الحقيقه، يعني مشكله كبيره جدا. انما النهارده الخلع اسبابه كتير. احنا حمله التمرد النهارده مش ضد قانون الخلع ابدا، لكن احنا ضد تطبيقه الحالي، واللي فضيله الدكتور نصر فريد واصل قال ان اجبار الزوج على الخلع ده حرام شرعا،
وقال كمان كان في برنامج اعتقد مع كان مع احد الاعلاميين ان هو اصلا القانون ده غير شرعي. انا مش هتكلم في شرعيته ولا بطلانه، مش هنتكلم من الناحيه الدينيه، يعني لكن احنا عايزين نشوف النهارده من الناحيه الاجتماعيه بقى، من ساعه قانون الخلع ده ما جه او ما ظهر للنور سنه 2000 19 سنه ايه اللي حصل في المجتمع المصري؟ بقى عندنا حالات طلاق قد ايه؟ النهارده بنتكلم في حوالي 15 مليون طفل طلاق. طب ال 15 ده نواه المجتمع، انا بتكلم دلوقتي على نواه المجتمع المصري، ايه اللي حصل؟ طب انتوا كحمله تمرد وحضرتك المتحدث الاعلامي بتاعها اكيد بتعملوا جلسات مجتمعيه، بتقعدوا مع الناس، بتنزلوا للشارع، انتوا ما بينكم وما بين بعض حضرتك شايف، لان قانون الخلع الرجل هو الضرر الوحيد اللي بيقع عليه الولاد، هو ما بيشوفش ولاده. طيب انتوا عندكم حلول؟ عندكم اقتراحات؟ طبعًا. ايه طب قول لنا الاقتراحات دي وعرضناها على نواب مجلس الشعب. هتكلم بس عن الواقع كده، لما بنتكلم مع الناس وبنتكلم مع محامين كتير، اول حاجه الست النهارده بتروح لمكتب محاماه مع احترامي جدا بتقول حاجتين، عايزه اخلعه وعايزه اسجنه. مش هنتكلم على السجن دلوقتي لان السجن ده اسباب كتير بتسجن الراجل في القانون الحالي. طب الخلع اسبابه ايه؟ كل يوم نقرا، اخر حاجه قريناها في اليوم السابع كانت واحده بتخلع عشان خاطر جوزها قال لها هاتي لي موزه، صحاها من يوم قالت لها هاتي لي موزه عايزه، ده كده مكتوبه كده. غير اللي خلعته عشان ما بيحطش كريم في شعره، غير اللي خلعته عشان مش عايز يخليها على تسلم على ابن خالتها وتبوسه، او مش عايزه تلبس بنطلون معين. بس خلينا ما نعممش كل المواضيع بهذه التفاهه. انا عايز اكمل، تعقيب معلش انا اسفه جدا، بس تعقيب على النقطه دي، وحضرتك بما انك مؤسس لحمله كبيره زي ما الاستاذه بتقول. انا مش مؤسس، انا متحدث. مؤسس الدكتور محمد معروف، اعلامي، ما فيش مشكله. هرد بس على حضرتك بس على جزء صغير جدا، الست بتلجا للخلع ودي حضرتك بتقول دي اسباب تافهه وصلنا لها، تاخد بقى حضرتك الاسباب القويه جدا، هي الاهانه، هي العنف، هي العنف ضد الاطفال، لا في الخيانه الزوجيه بقت متفشيه في المجتمع. معانا الفقره اللي قبلها وتعرضت لكم خيانه غير طبيعيه. هل الزوجه النهارده بيخون مع زوج زيه او راجل زيه ولا بيخون مع سيده؟ لا والنبي، مع سيده، سيده غير متزوجه لا تبرر المبدا. لا احنا بنتكلم عن خيانه الطرفين، مش بنتكلم مع سيده بس غير متزوجه، وما تعرفش ان هو ممكن تكون متزوجه، وقد تكون متزوجه عادي ما فيش اي مشكله. احنا شفنا حالات الزوجات اللي بتقتل زوجها عشان خاطر عشقها، ده كتير. فطب لو النهارده لو الزوجه خانت اخلعها ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف. طلعها، حضرتك تطلقها، حضرتك بايدك. انا 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 اضطريت، انا اضطريت نفسيا، اضطريت معنويا، اضطريت في كل حاجه. انا مش هتكلم ده، يمكن الاستاذه قالت ان مصر فعلا بقت رقم واحد في طلاق، ده الكلام ده احنا بقالنا 4 سنين رقم واحد. احنا مش مستنيين دوله تسبقنا عشان خاطر احنا نسبقها. ومش معنى ان احنا رقم واحد في الطلاق بسبب قانون الخلع والاحصائيات موجوده وتصريحات المسؤولين موجوده ممكن اقراها لحضرتك، لا ده احنا الدوله اللي قبلينا احنا مش سابقينها مثلا، يعني مش مثلا احنا مليون حاله طلاق والدوله اللي قبلينا مثلا 950. لا ده الدوله اللي قبلينا مثلا سابقنا في جاب كبير بيننا وبين بعض. فالنهارده مصر بقت الاولى عالميا في حالات الطلاق، ده ايه سببه؟ لما نيجي نقول زي ما قلت لحضرتك فضيله المفتي قال شوقي علام ان قانون الخلع كان سبب، نقيب المأذونين قال قانون الخلع سبب. ممكن اقرا لك من واقع المحاكم الاستاذه. طيب خلينا نقف عند النقطه دي بس. معانا تليفونات كتيره جدا، ناخد ساره اكيد هي عندها تجربه بخصوص موضوع الخلع. ساره اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك وازاي ظروف ضيوفك الكرام؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. انا اول مره اعمل مداخله حقيقي، واول مره اتكلم عن تجربتي. اتفضلي. انا تزوجت في سنه 2010، وتزوجت في ظروف قاسيه جدا بسبب ان اهل الزوج ما كانوش موافقين عليا وما حضروش فرحي، وبدات من هنا المشاكل بيني وبين زوجي، عنف، عدم مسؤوليه، صرف، كل حاجه حضرتك ممكن تتخيليها تطلع من شخص، يعني ما فيش اي معامله حسنه. ومع ذلك انا زي اي ست مصريه سبت شغلي علشان اعيش واعمل اسره واعمل بيت والكلام ده كله، مش عايزه اطول يعني. لحد ما اتاخرت في الانجاب يعني، وجبت سنه بعد 3 سنين، ربنا رزقني ببنوته، وما فيش تغيير في المعامله، ما فيش اي احساس بالمسؤوليه. طب وانت يعني دلوقتي معاه ولا رافع خلع ولا متطلقه؟ لا طبعا يا فندم انا رفعت خلع، لان اتحايلنا عليه 3 شهور يطلقني بمزاجه، ورضيت ان بعد كل الاهانه دي معاه 6 سنين ان هو يطلقني بمزاجه، هو ما رضيش، هو رفض، مش عايز حتى على الابراء، طلق على الابراء هو مش راضي. بريته، قلت له انا مش هاخد منك حاجه ولا نفقه متعه ولا نفقه مستحق ولا عايزه حاجه. بقالك قد ايه رفع خلع يا ساره؟ ايه؟ بقالك قد ايه رفع خلع؟ لا انا رفعته في 2017، واتحكم لي في اخر 2017، واستلمت الحكم في 7/2018،
عشان القاضي اللي حكم لي كان عنده مراجعه على القواضي، فاضطريت ان انا استنى لحد 2018 شهر 7 عشان اخد الحكم محكوم وصادر عشان اقدر ان انا. هو ما ندمش بعد ما انت خدتي ال؟ لا انا عايزه اقول لك لا طبعا، هو ندم واتحايل كتير، بس خلاص انا قعدت 6 سنين اترجى ان هو يغير معاملته، ما فيش. فخلاص 6 سنين حضرتك سبتي شغلك وسبتي حياتك وسبتي كل حاجه عشان اخترتي شخص تعيشي معاه، ودي ما بتحصلش. ودي لا للاسف. هو دي برضو انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا يا ساره، هي دي غلطتك ان انت برضو قبلتي ان دايما اللي مالوش كبير بيشتري له كبير، يعني هو وهو عنده ناس كبار هم رفضوا، فانت المفروض كمان كنت ترفضي. معانا طه. طه اهلا بيك. ازيك يا استاذه نرمين؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. انا اتشرفت بمكالمتي مع حضرتك. ازيك يا طارق، اخبارك ايه؟ اهلا بضيوف حضرتك. اهلا بيك. انا يعني لو هتكلم زي ما استاذ طارق كان بيتكلم كده بالظبط، هو المتضرر الاول والاخير هم الاطفال يا فندم. ده تمام. يمكن يعني زي ما استاذه برضو المحاميه اللي كانت مع حضرتك استاذه رشا هي اتكلمت، احنا عايزين يبقى فيه، احنا مش رافضين الخلع تماما، احنا كل اللي احنا طالبينه يا فندم ان الخلع يمشي صح بطريقه سليمه بطريقه شرعيه، ومش عايزين اكتر من كده. ما ينفعش ان انا النهارده الاقي ان انا مراتي مش على ذمتي وانا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. تمام. يعني انتوا مش رافضين الخلع، انت بس انت رافض ال يا فندم عايزين تطبيق القانون بصوره سليمه. ما ينفعش ان انا النهارده يا فندم قانون الرؤيه ما يتنفذ، ولما اروح يا فندم اشوف رؤيه يمكن طارق معاصر معايا قصتي او جزء كبير منها، اروح اشوف عيالي النهارده الاقي النهارده بنتي واقفه بتقول لا ده بابا نوتي، بابا بيضربني، وهي اول مره تشوفني. ده لا يجوز يا فندم. ما ينفعش طبعا النهارده يا فندم ان انا الاقي بلطجيه واقفين لي في هناك في الرؤيه علشان خاطر ما اشوفش بنتي. لا بس ازاي يعني انت القانون يا فندم هو اللي فيه مشكله. لو انت مثلا في حديقه عامه، في نادي، في مركز شباب، يعني بيبقى مؤمن ومكتوب وعملت محضر والقانون ما اتنفذش يا فندم. يا فندم هي بتدور النهارده انها تاخد خلع بعد 4 سنين ما سابت البيت. مع 4 سنين سابت البيت هي اصلا كان في ما بيننا قبل ما اهلها يتدخلوا في مشاكل انا وهي، يمكن طارق عاطر ده، قبل ما اهلها يتدخلوا في مشاكل انا وهي كان في قصه حب 7 8 سنين. المشاكل ظهرت لما اهلها اتدخلوا. ليه بتدوا فرصه للاهل يتدخلوا؟ ليه بندي فرصه للاهل يا فندم؟ ده اللي انا بقوله. يمكن طارق شاف قدام عينه لما جه شافني في الرؤيه، شاف ايه اخواتها كلهم موجودين في الرؤيه وانا مرفوض ان اهلي يروحوا الرؤيه يشوفوا بنتي. هو ده القانون يا فندم اللي احنا المفروض نطبقه؟ لا انا طبعا بشكرك يا استاذ طه، شكرا جزيلا. على فكره انا مع حضرتك انه ما ينفعش ان انا كأم عشان انا حاضنه فيبقى الولاد معايا واخواتي يشوفوه جدته ومامتي وبابايا يشوفوه، ومن الناحيه الثانيه اهل الاب. لا انا على فكره انا ده تعقيبا بس على الجزء ده في الجنب القانوني. انا طبعا مع يعني جزئيه الرؤيه دي فيها مشكله كبيره جدا بالنسبه للست وبالنسبه للراجل. فانا هتكلم الاول بالنسبه للراجل، ان هو بيعاني معاناه كبيره جدا ان هو يشوف ابنه حياته كلها مجرد ساعه في نادي. والام ممكن تمتنع على فكره، وبيقول لك بتشوفه يقول لك بابي نوتي، بابي وحش. بالظبط. انت بتدي كلام سلبي جدا للطفل ده وشافه اصلا. يعني انا برضو في الجزئيه دي مهمه جدا عشان برضو الناس ما تفتكرش ان انا ضد الراجل في كل حاجه، لا بالعكس الراجل مظلوم جدا في الجزئيه دي. بس في بقى مشكله تانية بتواجهها الست في قانون الرؤيه وقانون الاستضافه، ان احيانا الرجل بيستضيف الطفل تمام وياخده عند في والدته يخفيه، ما تشوفهوش، يختفوا. مفيش استضافه يعني لو اخده لو حصل تراضي بين الطرفين. مشكله الرؤيه فيها مشكله للراجل، ده الثمن اللي بيدفعه الاطفال. انا شايفه ان ده الثمن وما ذكرناش الطفل. بس احنا لما بنتكلم النهارده عن الخلع، وكما يعني الناس عارفه ان الخلع النهارده هي بتتنازل، ده ما بيحصلش. ويمكن الاستاذ عارف على النفقه والنفقه المتعه. حاجه اقول لك الواقع بقى في ايه؟ الواقع في ايه؟ ان النهارده زوج قاعد عايش مع زوجته عادي جدا، وبيصرف عليها، حلو، وممكن تبقى رافعه خلع من سنه وخلعاه وهو ما يعرفش. ده حاجه اسمها لا ده اعلان امريكاني. زوج مسافر، لا زوج حرام مسافر أصلا. ما هو اصلا اللي بيحصل ده حرام، حتى لو هو قاعد ما بيعرفش اصلا، بتبقى سايب البيت ورافع خلع هو ما يعرفش. ما احنا ليه بنقول احنا مش ضد الخلع؟ لان احنا عندنا بنات. لا تبقى معلش يعني اسفه تبقى لا ساعات ممكن بيبقى فعلا زي ما حاجه اسمها امريكاني. عشان انا مش بيصرف عليها وممكن تبقى رافعه قضيه نفقه كمان وهو لا يعلم بقضيه النفقه وهي عايشه معاه في البيت. على فكره دي حاجه بالفعل بتحصل. تمام. هي طول ما هي عايشه بس ده حرام، ده لا يجوز اصلا. ده حدث واقع، ما انا عارفه ده موجود. وبعدين هي بتخسر ايه؟ بتخسر المؤخر،
اللي هو ممكن يكون 10,000 او 20,000. طيب بس في المقابل هي عايشه معاه وبيصرف عليها وهي خلعه اصلا، تمام؟ وبعد كده بتطلبوا بالنفقه اللي هي كانت عايشه معاك دي، لان هي رافعه الخلع مع النفقه، فبتطلبوا بسنه كامله هي عايشه معاه وبيصرف عليها. هي مش عايشه معاه، بتخرج لما بتخرج من البيت، لما بتخرج من البيت. انا اسف انا مش باجي على الستات والله، الستات دول امي وعم واختي وعمتي وخالتي وعندي بنات كمان. لكن اللي بيحصل تخرج بذهبها، ده المفروض يترد. بتخرج بقيمتها، ده المفروض تترد. ما هو احنا بنتكلم عن الخلع. لا بس القايمه خارج ما هو القايمه المنقولات دي خارج متعرف. لا كعرف متعرف عليها ان فيها انها جزء من المهر، فانا بكتبها عشان انا ما دفعتش مهر. فلما انت تيجي تخلعي فالمفروض تدي لي مهر اعلان دفعه، ده ما بيحصلش. انما القايمه المفروض النهارده بنقول للناس لما تتجوزوا اذكروا دفع قسيمه الزواج، اذكروا البنود دي كلها لازم تتكتب، انت جايب ذهب، انت جايب، لحد ما القانون يتغير. واحنا عايزين القانون، احنا عايزين الخلع، احنا متمسكين بيه مش ضده. انت مش ضده، انت عايز بس بعض التعديلات يتم اعلام الزوج بكافه طرق الاعلام. طيب. مش بس عن طريق محضرين، اعلامه عن طريق البريد الالكتروني بتاعه، اعلامه عن طريق حد من اهله، بس يكون في اعلام حقيقي. وجود الزوج في وجود الزوج ده لازم يكون حاضر. يبقى حاضر كمان الجلسات والقضيه. طيب احنا معلش معانا تليفون برضو مهم جدا، يعني يمكن في الفقره اللي فاتت واللي قبلها قلت يعني كل اللي احنا ذكرنا اسمائهم وقلنا اليوم حق الرد. دلوقتي معانا استاذ ماهر محمود محامي زوج رنا في الفقره السابقه. استاذ ماهر اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير ومساء على ضيوف حضرتك اللي موجودين. بمسي على حضرتك. كنت حابب مش هطول عليكم كتير. اتفضل. طبعا كنت حابب اوضح معلومتين. احنا النهارده بنتناقش في قانون الخلع. بعيد عن المناقشه اللي انا شايف ان هي مربحه دلوقتي وهادفه قدام حضرتك حالا، لكن انا النهارده كاعلام ما ينفعش اجيب زوجه معيش اي اثبات واقعد اقول خيانه. وحضرتك بعد ما قفلتي معاها، بعد ما هي مشيت وحضرتك استضفت ضيوفك، قلتي اتخانت خيانه كبيره قوي. هل حضرتك عندك اثبات ان هي اتخانت؟ لا انا بقول على كلامها. انا لا يا فندم على هي طب هي أكمل؟ على فكره ممكن تسمعني. انا قلت على كلامها وقلت ان حضرتك او زوجها مش انا ما اعرفش حضرتك، قلت على زوجها ليه حق الرد لو هي محقه في الكلام. ده اللي انا ده اللي صدر من لساني. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا النهارده اطلع اتناقش في قانون الخلع على عيني وعلى راسي. اقدر اتناقش ان انا اعدل ازاي التشريعات، ما عنديش ازمه. اقدر اتناقش في كل حاجه، لكن اقدر اتناقش اقول ان فلان عمل فيا كذا وانا ما عنديش اثبات والقناه اكيد انتم مضيينها. طيب انا عايز اسمع رد حضرتك على رنا. هو خانها ولا ما خانهاش؟ لا يا فندم ما خانهاش. اقول لحضرتك على حاجه. طب هي لو كان خان، طب هي ثانيه واحده بس. هي طب انت عرفت منين ان هو ما خانهاش؟ انت كنت قاعد معاهم؟ هي بتقول لك مسجات وفيسبوك. اقول لحضرتك على حاجه، دي الروايه اللي ماشيه في الفتره الاخيره دي. وهقرض على كام حاجه. هي قالت احنا عملنا كام قعده. اولا احنا عملنا قعدات كتير. ثانيا انا قمت عملت عقد اتفاق بيني وبين والدها عشان احنا نخلص الموضوع، وحاولت اكتر طريقه من وبعدها قلت لها لا على كلامها. قالت قلت لها لا بينا محاكم. هي على كلامها، هي على كلامها. طب ما العقد الودي ده ما مشيش ليه لغايه دلوقتي؟ العقد بص يا فندم هقول لحضرتك في تفاصيل انا ما اقدرش اقولها على الهواء زي ما هي بتطلع تقول على الهواء. انا على فكره ما سمعتش هي قالت ايه في الاول، وانا لسه هسمع هي قالت ايه في الاول. لا هي ما قالتش حاجه اكتر من ان هو موضوع الخيانه. لا لان هي يا فندم كانت يوم السبت في حلقه 26/1 طلعت على قناه تي ام سي وقالت ان هم سرقوني. وانا بس هكمل كلامي. لا هي لا ما قالتش الكلام ده عندنا خالص. طيب انا طب عايز اعرف حاجه. ايه هي معلش، هي رنا نامت قامت صحيت انا مش عايزه جوزي فهروح ارفع خلع؟ بصي يا فندم هقول لحضرتك ايه السبب بقى اللي هو خلينا نعرف. على فكره انا مش ضدهم، بالعكس انا نفسي حل. انا نفسي حل. قلت لها تعالي نقعد ونحل. بس انا هقول لك على حاجه. انا النهارده ما ينفعش استخدم منبر اعلاني ان انا اطلع في كل قناه اشهر بالناس وقلت خانوني. طلعت على تي ام سي قلت خانوني، طلعت على قناه تن قلت خانوني، وبستخدم قانون الخلع الفاشل. قانون الخلع الفاشل اللي بقاله 19 سنه في مصر عشان احنا دي من وجهه نظر حضرتك ان هو في ستات مظلومه. في ستات مظلومه. في ستات مش عارفه تاخد حقوقها. في ستات مش عارفه تاخد حقوقها. وفي رجاله يا عيني بقى لهم سنين مش عارفين يشوفوا. طيب عموما انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر. للاسف وقت الفقره خلاص، للاسف خلاص بينتهي. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ماهر محمود محامي زوج رنا. ويمكن انا قلت حق الرد موجود وحضرتك رديت، وممكن في حلقات ثانيه برده نستنى ردود حضرتك. وعلى فكره انا عند وعدي لغايه النهارده او لغايه دلوقتي ان انا نقعد ونحل الموضوع ودي، لان خراب البيت يا جماعه ده مش حاجه سهله. للاسف وقت الفقره خلاص انتهى. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور سلوى المغربي المحاميه الحقوقيه. بشكرك كمان استاذ طارق الجرحي المتحدث الاعلامي باسم حمله التمرد ضد قانون الاسره. بشكرك استاذ طارق. شكرا جدا. شكرا ميرسي. بشكركم اعزائي المشاهدين. يا رب حلقتنا النهارده تكون حلقه مفيده، حلقه مثمره، طلعنا منها بـ 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 باشياء يعني مهمه جدا. بكره وبعده اجازه، نشوفكم على خير يوم الاحد ان شاء الله. باي باي.